مساكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، وحياكم الله وليله جديده من ليالي الكويت. مساء الخير، مساء النور والنوير غاده. مساء الخير مشاهدينا الكرام، ونتواصل معكم باطلاقه جديده وانطلاقه جديده عفوا في برنامجنا للكويت، ونتواصل على شاشتنا الغاليه الكويتيه تلفزيون دوله الكويت. فعلا احنا نتمنى ان شاء الله ان دائما برامجنا تكون نائله على رضاكم، وان شاء الله باذن الله تقضون معنا الليله اوقات سعيده. راح يكون معنا العديد من الضيوف الافاضل، فخلكم ويانا وتابعونا، احنا معاكم على الهواء 60 دقيقه. اهلا وسهلا بكم. الحين في اضاءات بويهي مبين ابيض، بس هو لونه عادي طبيعي جدا، هو انقاض ومستعمرات ما ادري. يلا 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 يلا، لا لا تسوون هالحركه ترى مو زينه. حياكم الله معنا من جديد مشاهدينا. الليلة ضيفنا منورنا داخل استديوهاتنا، راح يكون معنا سعادة السفير الفلسطيني السيد رامي طهبوب. مساك الله بالخير وحياك الله، سعداء جدا بوجودك معنا. الله يسعد مساكم، وأنا طبعا سعيد جدا في هذا اللقاء، وشكرا جزيلا لتلفزيون الكويت دائما. أهلا وسهلا، نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء. وحابين نتكلم طبعا العلاقات الفلسطينية الكويتية تعود لزمان بعيد، علاقات أخوية، علاقات أشقاء قوية، إن شاء الله ما يغير عليها بإذن الله إلا للأفضل دائما. أكيد. في البداية حابة أتكلم عن الانتفاضة اللي ما زالت قائمة في فلسطين، نبي نتكلم عن الدعم اللي قدمته دولة الكويت لهذه الانتفاضات المتتالية وراء بعض، لكن حابين نتكلم الحين عن الشكل النهائي اللي وصلتوا له وهذا العذاب اللي قاعد يعيشه الشعب الفلسطيني. يعني كما الكل متابع ما يدور الآن في داخل فلسطين وخاصة في مدينة القدس،
هي نتيجة الهمجية الإسرائيلية والصلف الإسرائيلي من خلال الاقتحامات المتتالية لقطعان المستوطنين إلى المسجد الأقصى وتدنيسه، وبالتالي الشعب الفلسطيني وبداية في القدس رأى أنه لابد من وضع حد لهذه الممارسات، فبدأ الحراك داخل مدينة القدس، وكما لاحظتم جميعا والكل بالإعدامات الميدانية التي تقوم بها إسرائيل بدم بارد تجاه شبان عزل وأطفال، يعني معظم الشهداء لا يتجاوز أعمارهم 20 عام، الغالبية العظمى منهم، نعم، وبعضهم أطفال 13 عام. طبعا هذا المسجد الأقصى، هذا الخط الأحمر الذي لن نسمح بتجاوزه مهما كلف الأمر. الشعب الفلسطيني رهن نفسه للدفاع عن الأقصى، الشعب الفلسطيني رهن نفسه للدفاع عن المقدسات الإسلامية التي هي حمايته واجب كل المسلمين وليس الفلسطينيين فقط، ولكن بما أننا نحن على الأرض ونحن أبناء الشعب الفلسطيني وهذا المسجد هو مسؤوليتنا المباشرة، فسنقوم بحمايته إلى حتى آخر قطرة دم إن بلا شك إن استدعى الأمر. دعم دولة الكويت للانتفاضة، يعني كان السؤال هو دعم الانتفاضة للقدس سعادة السفير رامي طهبوب في دولة الكويت، كيف ترى دعم دولة الكويت لهذه الانتفاضة، وأيضا على مدى سنين مثل ما ذكرت زميلتي غادة أن هناك دعم الكويت مستمر ليس على يعني فقط لدولة فلسطين ولكن للعالم كله. بالضبط، يعني أنت لا تستطيع أن تقول دعم دولة الكويت في هذا الاتجاه. نعم، الكويت لا أحد يزاود عليها بالدعم القضية الفلسطينية، و يعني نذكرها في كل مناسبة بأن الكويت هي أساس الثورة الفلسطينية، ومنها انطلقت الثورة الفلسطينية، ومنها انطلقت حركة فتح، وكل القيادات الفلسطينية كانت تعيش هنا ولم تتوقف لحظة عن الدعم للشعب الفلسطيني بكافة أشكاله. ويعني آخر دعم أستغل هذه المناسبة لأذكره هو إنقاذ العام الدراسي لأبنائنا من مدارس وكالة الغوث للاجئين. نعم، أبناء اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات كان العام الدراسي على وشك أن يلغى هذا العام نتيجة العجز المالي الذي تعاني منه وكالة الغوث، وقامت الكويت وكعادتها بتقديم مبلغ 15 مليون دولار لإنقاذ هذا العام الدراسي. الحمد لله. وبالتالي لا تستطيع أن تقول ماذا قدمت الكويت لهذه الانتفاضة. نحن نبلغ الجانب الكويتي وبشكل شبه يومي بالتفاصيل وبالتطورات التي تحصل، والكويت لم تقصر ابدا حتى في هذا الوقت العصيب الذي تمر به القضيه الفلسطينيه وقضيه المسجد الاقصى. وكان اخر موقف السيد مرزوق الغانم في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف. نعم، عندما القى خطاب كان خطابا فعلا غير مسبوق حقيقة. كيف كانت هي ردة الفعل بالنسبة لهذا الخطاب خصوصا داخل الأراضي الفلسطينية والقدس؟ الوسائل الإعلام الفلسطينية لم تتوقف عن ذكر ما صرح به السيد مرزوق الغانم، وخاصة فيما يتعلق بمبادرته والدعوة إلى طرد إسرائيل من أو الكنيسة الإسرائيلي. نعم، من الاتحاد البرلماني الدولي. هذه كانت دفعة قوية معنويا لأبناء الشعب الفلسطيني بأنه هناك من تحدث بمرارة وهو يلقي الخطاب، وأنا شاهدت الخطاب بالكامل. يعني كأنه واحد فلسطيني اللي بيتكلم بلا شك، يعني حتى يمكن الانفعال اللي كان واضح على وجه السيد مرزوق الغانم بأنه
خلص يعني آن الأوان إنه لوضع حد لهؤلاء. نعم. وبالتالي كانت ردة فعل رائعة جدا كما قلت لك، وسائل الإعلام الفلسطينية باستمرار لمدة 3 أيام أعتقد كانت تردد ما قاله السيد مرزوق الغانم في اتحاد البرلمان. أكيد كان له صدى سعادة السفير ليس فقط في فلسطين ولكن على مستوى على شكل دولي حقيقة، لأن كانت كلمة مأثورة تمثل حقيقة الشعب الكويتي والأمة الإسلامية إن صح القول. سعادة السفير ودنا توصف لنا العلاقة الفلسطينية الكويتية في الوقت الحالي، كيف تراها؟ العلاقة الفلسطينية الكويتية في الوقت الحالي نعم. علاقة مميزة جدا وعلاقة مفتوحة على أبعد على على أبعد الحدود ومن كل من كل من من, من كل النواحي. وبالتالي العلاقة الفلسطينية الكويتية تاريخية وجذورها ثابتة في الأرض الحمد لله، ولن تتأثر بإذن الله بأي شيء. نعم، معانا مشاهدينا هذا الاتصال الهاتفي من السيد خالد الجار الله وكيل وزارة الخارجية. مساك الله بالخير سعادة الوكيل، سعداء جدا بانضمامك لنا في هذا الاتصال الهاتفي. مساك الله بالخير غادة، وأنا سعيد أن أكون يعني ضيف معكم وأدخل معكم في هذه المداخلة. بس ما أدري أنا شايف صوت، هل هو واضح؟ واضح جدا بس. ونتمنى نشوفك صوت وصورة أبو حازم، نبيك عندنا هني بالاستديو إن شاء الله. حاضر أدز لكم صورتي. حاضر. عساك على القوة وشكرا لوجودك معنا. طبعا سعادة السفير الفلسطيني في دولة الكويت، وكنا قاعدين نتكلم عن العلاقة التاريخية اللي تجمع الشعبين الفلسطيني والكويتي، فحابين نتكلم شوية عن سياستنا الخارجية خصوصا بعد الكلمة اللي ألقاها السيد مرزوق الغانم. أمسي عليكم وأمسي أيضا على أخي وزميلي سعادة السفير. الله يسعد مساك. ويسعدني بالفعل أن أشارككم في هذه المناسبة وفي هذا الموضوع الحساس والموضوع طبعا القريب لقلوبنا جميعا. عندما نتحدث عن العلاقة الكويتية الفلسطينية حقيقة نحن نتحدث عن قصة ذو شجون. العلاقة الكويتية الفلسطينية أو الكويت وفلسطين يعني قضية وقصة يعيشها الشعب الكويتي، كل أطياف الشعب الكويتي صغيرا وكبيرا ومنذ زمن الحقيقة، ونحن نعايش هذه القضية وهي قضية في قلوبنا جميعا. ويدرك الجميع بأن الثورة الفلسطينية انطلقت من هذه الأرض. قيادات الثورة الفلسطينية، أستطيع أن أقول جميع هذه القيادات انطلقت من الكويت وكانت في الكويت وعملت في الكويت وتبلورت فكرة التحرك في إطار الثورة الفلسطينية من على هذه الأرض. فنحن الحقيقة رفقاء نضال مع أشقائنا في فلسطين. فبالتالي يعني تمحورت سياسة الكويت الخارجية وانطلقت أساسا من دعم غير محدود لهذه القضية ومساندة الحقيقة أيضا غير محدودة لهذه القضية في كل المحافل الدولية، على مستوى المجلس التعاون، على مستوى الجامعة العربية، على مستوى الأمم المتحدة. دائما القضية الفلسطينية حاضرة ودائما الحديث عن القضية الفلسطينية موجود، ودائما ما يصدر عن هذه المحافل من بيانات هناك فقرة رئيسية ومهمة تتحدث عن القضية الفلسطينية ومطالب الشعب الفلسطيني ودعم هذه المطالب وتأييد هذه المطالب، وأيضا الحديث عن تطورات هذه القضية وما يستوجب أن يكون من موقف سواء خليجي أو عربي أو دولي داعم لهذه القضية. أبو حازم بعد إذنك، يعني إحنا نعيش الفترة هذه فترة صعبة جدا في الوطن العربي،
المشاكل من المحيط إلى الخليج، والله يستر على القادم من الأيام، فالوضع جدا صعب. لكن هل ما زالت الأولوية دائما للدول العربية؟ ما زالت القضية الفلسطينية؟ في تقديري ستبقى هذه الأولوية، ما بقيت القضية الفلسطينية معلقة ولم تلامس أرض الواقع في حل عملي عادل وشامل. ستبقى هذه القضية هي أولوية وشغل شاغل لنا جميعا في الوطن العربي، ولنا تحديدا في دولة الكويت. ولذلك يعني خلينا نكون واقعيين، هذا الظلم وهذا التعسف وهذا الإجرام وهذه الممارسات الحقيقة اللا إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنوات، واليوم الحقيقة نشاهدها في تصعيد في أراضي في القدس وفي غزة، وبين فترة وأخرى الحقيقة نشاهد المجازر الفلسطينية، المجازر الإسرائيلية في بحق أشقائنا في فلسطين. كيف لا تبقى هذه القضية شغلنا الشاغل؟ ستبقى شغلنا الشاغل وستبقى أولوية. ولنكن أيضا واقعيين، لو توفر ولو تحقق منذ زمن حل عادل وشامل لهذه القضية، لم تص كثير من الاحتقان في المنطقة، ولا كنا الحقيقة بعيدين كل البعد عن ما نراه اليوم. نعم. على في الساحة العربية من غليان. هذا الغليان عندما نفكر حقيقة هو أساسا نتيجة الظلم ونتيجة الطغيان ونتيجة الحقيقة العربدة الإسرائيلية في فلسطين. فهذه العربدة وهذا الطغيان الإسرائيلي سيبقى بالنسبة لنا شغل شاغل وأولوية لابد من أن نضع لها حد وأن نوقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني. بلا شك أبو حازم، قواكم الله أكيد على كل الجهود اللي تقومون فيها في وزارة الخارجية ممثلة في حكومة دولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية. ولكن اليوم حدث عندنا شيء أو عرس ديمقراطي إن صح القول، كان في افتتاح أو دور انعقاد جديد في مجلس الأمة، وكانت هناك كلمة سامية لحضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد خصوصا في محاربة الإرهاب. كيف ترى كلمة سموه؟ الحقيقة كانت كلمة سموه شاملة، وكانت رسالة واضحة لأبناء الشعب الكويتي، رسالة توجيه، رسالة الحقيقة صاحب السمو حفظه الله كان حريص على أن يوصلها لأبناء الشعب الكويتي واضحة، فيما يتعلق بالإرهاب، فيما يتعلق بالشأن الداخلي، فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية بالداخل، فيما يتعلق بالإرهاب الذي تعيشه المنطقة واكتوت الحقيقة الكويت بنار هذا الإرهاب. فهذه الرسالة كانت شاملة، وهذه الكلمة كانت الحقيقة عميقة وحوت معاني كثيرة ومؤثرة. وأعتقد أنه سيدي صاحب السمو أصاب يعني كبد الحقيقة في هذه الكلمة عندما أشار إلى 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 معاناة أبناء الشعب الكويتي من ما حصل في مسجد الإمام الصادق رضي الله عنه، وكيف أن هذه التجربة المريرة التي مر فيها أبناء الشعب الكويتي تحولت إلى صورة وإلى أحدى ملاحم الوحدة الوطنية. فلم يترك سموه قضية تمس الشعب الكويتي ومصالح الشعب الكويتي وهموم وشجون الشعب الكويتي إلا وأشار لها بكل وضوح وبكل الحقيقة قوة وبكل حرص على تحقيق مصلحة الكويت العليا ومستقبل أبناء الكويت ومستقبل أجيال الكويت. نعم. جزيل الشكر لك أبو حازم على هذه المداخلة الهاتفية، ونتمنى لك كل التوفيق والصحة، ونتمنى نشوفك داخل استديوهاتنا هني نستمتع بهذه الخبرة الكبيرة لسعادتك. شكرا لك وحياك الله. أنا شاكر لكم والله يوفقكم، وهذا حقيقة برنامج يعني واضح أنه
ناجح وسيحقق نجاحات إن شاء الله بفضل وجودكم وفي أدائكم المتميز دائما. بتكون ويانا أبو حازم إن شاء الله ولا؟ أنا إحنا نبي نورطك على الهواء. عشان إذا شفناك نقول لك أنت قلتنا على الهواء إن شاء الله بكون وياكم إذا سمحت ظروفك. الساحل المبارك الله يحييك. جواك الله كل الشكر طبعا. مبارك إن شاء الله. الله يسلمك جزاك الله خير. كل الشكر طبعا لنائب رئيس لنائب وزير الخارجية معالي خالد الجار الله أبو حازم. ونرجع مرة ثانية لسعادة السفير الفلسطيني في دولة الكويت. كان كلام جميل وأيضا مثل ما ذكر معالي نائب وزير الخارجية خالد جار الله أن الأولوية والهاجس دائما لدولة الكويت هو القضية الفلسطينية. يعني بداية أتشكر سيد نائب وزير الخارجية على كلماته، وهو في حقيقة من أقرب الناس إلى القضية الفلسطينية ومن أقرب الناس إلى القيادة الفلسطينية. كان على اتصال مباشر حتى ما قبل وجود السفارة مع مكتب سيادة الرئيس وعلى اطلاع بما يدور. وحقيقة وأنا معكم الآن أود أن أشكر معالي على كلمته أمس في احتفال الأمم المتحدة بالذكرى 70 لتأسيسها. كانت كلمة فعلا معبرة جدا فيما يتعلق في موضوع القدس وعلى الجرائم التي كرر كلامه بها الآن. يعني باعتقادي محق تماما ولا يجامل معالي أبو حازم، لأنه نحن نعرف بأنه أبو حازم بأنه هو دائما حازم. لا، وهو دائما صريح يعني في 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 كلامه. القضية الفلسطينية نعم ستبقى يعني لن تكون إلا القضية الأولى بلا شك. يعني هذا سؤال مهم جدا. أنا أحس ساعات أنت يعني كشعب فلسطيني وكإدارة مؤسساتية لدولة فلسطين، أحس أن أنت في السنوات الماضية مع وجود الربيع العربي وما يطلق عليه وما جاء من بعده ومن مشاكل دول خاصة فيهم، يعني ما يقدر الإنسان بعد يبتعد عن مشاكله الخاصة كدولة لها هموم محلية. أنتوا حسيتوا في هذه الأثناء أن شوية غبتوا عن الساحة العربية؟ يعني مش بمعنى غبنا بالمعنى الحرفي للكلمة. انحرفت البوصلة. نعم صحيح، انحرفت البوصلة نتيجة ما حدث في الكوارث العربية وليست الربيع العربي. ولكن كل ما حدث في العالم العربي وكل ما يحدث الآن في العالم العربي هو نتيجة عدم حل القضية الفلسطينية. وواهم كل من يعتقد بأن الأمن في المنطقة العربية وفي العالم ممكن سيحل طالما قضية فلسطين لم تحل. يعني هذا وهم كبير لمن يعتقد. يعني يمكن جاء التصريحات نتنياهو الأخيرة مثل يعني اللي لا بالعكس، يعني مثل صحة الناس إنه يبي يحط مشكلة المحرقة في ألمانيا على الأصول العربية وعلى لا هو يعني هو كانت شوية صدمة بالخبر، فأعتقد الشارع العربي كله أبدا مش يعني نحن كفلسطينيين تعودنا على شخصية مثل هذه، يعني يكذب كما يتنفس. نعم. شلون كانت ردة الفعل؟ يعني الله يعينكم. يعني واحد مجنون. يعني آخر شيء إنه واحد بزور تاريخ شعبه. فماذا تتوقع منه؟ يعني لما يطلع ال 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 الألمان المستشارة الألمانية تقول لا الرواية اللي حكاها كاذبة ما إلهاش أي حق، ما إلهاش أي حقيقة. يعني فلا أي شيء متوقع من هؤلاء، ولكن ماذا نحن سنقوم به؟ نحن الفلسطينيين نحن نعد العالم العربي، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي، بأننا سنصمد
حتى آخر رمق، ولن نسمح بتدنيس الأقصى وتقسيم. إن شاء الله تنحل القضية الفلسطينية، ولكن سعادة السفير أنت أول سفير فلسطيني معتمد في دولة الكويت، كيف ترى علاقتك شخصيا مع الشعب الكويتي؟ ممتازة ممتازة. اختصر تروح دواوين؟ واروح دواوين على مدار السنة. مدار السنة؟ على مدار السنة، وطبعا بالفترة الأكبر هي فترة رمضان اللي هو الـ أجمل ما في جو الكويت في رمضان هي الدواوين. حلو غادة، أنا من سألت السؤال هذا قاعد يبتسم قبل شوي سياسة وكان متألم ساعة السفير، الحين يبتسم شوي. لازم يطلع بابتسامة من ليالي الكويت. ال ال فعلا يعني علاقتي مع الشعب الكويتي علاقة استطيع أن أجزم أنها علاقة جيدة جدا، وهناك الكثير من الأصدقاء الكويتيين على أصبح تروح الدواوين ساعة السفير وتمر دواوين وشاليهات ومش عارف. ما شاء الله. يعني لا على علاقة الحمد لله، يعني أشعر بأني ببلدي صراحة، و يعني والشعب الكويتي مرحاب إذا مضبوط الكلمة بالعربي. يعني بطريقه غير طبيعيه الحقيقه. هي الكويت يعني تدخل كانت وما زالت بتحس وستبقى ان شاء الله دائما بلاد العرب، بتحس بالراحه النفسيه. شكرا لك سعاده السفير وحياك الله، ونتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله نشوفك في لقاءات اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، ومثل ما قال معالي نائب الوزير الخارجيه يعني فعلا برنامج رائع جدا. تسلم. برنامجكم وفيكم اكيد هو تسلم. شكرا لكم بوجودك. مشاهدينا نرجع لكم بعد هذا الفاصل، عندنا موضوع وايد مهم، هل ممكن البنات يتعلمون الأنوثة؟ خلكم ويانا. اليوم راح نتكلم عن ظاهرة مجتمعية موجودة في كل المجتمعات اسمها المصطلحات المجتمعية. المصطلحات المجتمعية هي اختصار أو كلمة يستخدمونها الناس عشان يسهلون طريقة التواصل بينهم، لكن في مجتمعنا هني يستخدمون هذه المصطلحات للهجوم أو الاستفزاز، وعندنا مثل ما يقول الانتقاد فقط. فمن المصطلحات المجتمعية اللي تطري على البال كلمة يستشرف، كلمة يتفلسف. يستشرف ما راح أناقشها اليوم، راح أناقشها بالأسابيع القادمة مع ضيف مختص. اليوم راح نتكلم عن يتفلسف. وايد ناس عندنا عقول نيرة، ناس عندها علم سكت حلوجهم كلمة يتفلسف، عنده علم يقدر يتكلم يقدر يعبر، تقوله ليش ما تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي، ليش ما تعبر، ليش ما تكون حالك حال بعض الناس اللي ما عندها مادة قاعد تطلع في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك والله اخاف يقولون يتفلسف. كلمة يتفلسف والكلمات المجتمعية غير كلمة يتفلسف قاعد تصير حائط بين الناس اللي عندها علم وتقديم هذا العلم للعامة والمشاهدين في وسائل التواصل الاجتماعي في كل مكان غيره. ان شاء الله ضيفي يوم الاربعاء متفلسف، فيلسوف انا اسميه، دكتور اسنان يتكلم في الباطنيه، يتكلم في الاكل، جانك فود، فاست فود، كره قدم، حتى طرد ستيفن جيرارد مره تكلم عنه. شنو يقول؟ يقول ان الانسان مكون من ثلاث ابعاد، روح وجسد وعقل، لازم تطورهم ثلاثتهم علشان توصل حق اهدافك وتوصل اللي انت تبيه، ما يصير تهمل شيء وتطور شيء من هالثلاثه وبس. دكتور الأسنان محمد الصفي إن شاء الله راح تشوفون لقائي معاه يوم الأربعاء في ليالي الكويت الساعة 10. آراءكم وانتقاداتكم أتقبلها بصدر رحب في حسابي على وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام، راح تشوفون على الشاشة. حياكم الله يوم الأربعاء.
2 3 4. اهلا وسهلا بكم. الحين في اضاءات بويهي مبين ابيض بس هو لونه عادي طبيعي جدا. هو انقاض ومستعمرات ما ادري. يلا 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 يلا. لا لا تسوون هالحركه ترى مو زينه. حياكم الله معانا من جديد مشاهدينا، وبهذه الموسيقى الناعمة هذه الفقرة راح تكون كلها نعومة وأنوثة. راح تكون معانا ضيفتنا المهندسة ريهام الرشيدي مدربة الأنوثة، مساك الله بالخير. أهلين أهلا وسهلا أختي عادة، حياك الله وسعداء بوجودك. ويعني يمكن المشاهدين خصوصا المشاهدات إذا سمعت مدربة أنوثة شوي تستغرب. شلون جات معك الفكرة؟ هي ما جت كفكرة يعني أني أنا اخترتها، ولكن كان لي تجربة شخصية بأني ابتديت رحلة تشافي ذاتي. قبلها كانت عندي طاقة الذكورة مرتفعة، عملت اختبار بين هذا الشيء، صدمة صح؟ أنا نفسي تفاجأت. وقتها وقلت يعني الظاهر أن الله يخلق بنت تكون هي ذكورية وبنت أكثر أنوثة، فالحل الحين اللي أسويه أنا أخش التقرير اللي بين لي هذا الشيء وما أعلم أحد وخلاص انتهينا. وفعلا خشيته ولا قلت حق أحد، واستمريت تقريبا سنة ونص كنت في تجربة شخصية تشافي ذاتي سيلف هيلينج لنفسي. بعد تقريبا سنة ونص لقيت عندي، لما عملت نفس الاختبار لقيت الأنوثة أعلى. هني مجموعة من الصديقات، عددنا يمكن 5-6 بنات، قلنا نبي نرتب جمعة صديقات حتى يعني سولف وياهم بالأمور اللي عملتها بالتطبيقات العملية. قلنا خلنا ننزل إعلان بالإنستغرام، ووقتها عدد الفولورز جدا بسيط. غادة صار العدد 50 بنت. الأمسية أول أمسية عملناها بنفس الوقت، ولا في الرياض ينادونا مركز 100 بنت الحضور، شوي ولا في دبي، في أبو ظبي، في عمان، ولا الشعب يعاني بصمت. بس احنا اساسا ما حطيت انا ايدي للحين على المشكله، يعني البنات اللي يوكم يعني شو يعانون منه؟ يعني شنو ان هي مثلا فاقده الانوثه؟ شنو حاسه انها تبي؟ في البدايه اكثر سؤال كان يتكرر هو شنو الانوثه؟ انا ما ادري عندي مشكله ولا لا، بس ابي اعرف شنو الانوثه؟ هل الانوثه هي مثل ما نشوفها بالتلفزيون والله مارلين مونرو هذه الانوثه؟ وايد صعبه. او هند رستم. يعني مثلا هند رستم، طبعا مارلين مونرو، هند رستم وغيرهم الفنانات يمثلون نسميها الديفا، نموذج متطرف جدا في الانوثه. يعني وهذه غايه الانوثه او اقصى شيء او شنو؟ مو اقصى، يعني لما تقولين اقصى انت تزينينه، هي متطرفه بزياده، فهي عليها الان اثار جانبيه راح تدفعها، تصير أوكي. علاقتها مع الرجل مو متزنه، انفعالية يعني عاطفية زيادة بزيادة. أي. عندها مخاوف ما تحسمها، ما عندها اتزان. هي شكل حلو من الخارج، ونعبر عنها بنموذج المرأة الرمانة نقول كأنها قشرة رمان، منظر أي. حلو جميل من الخارج بس بالداخل ما في شيء. تقعدين معاها 10 دقائق تحسين بالملل. لا لحظة، يعني شنو تشبهين الفتاة بالرمانة؟ إيه؟ يعني احنا سمعنا اغنية البرتقالة ما انا كانت صعبة شوية. خلونا نشوف تقرير الرمانة ونرجع نتعرف عليه. النساء ينقسمون في نموذج المرأة الرمانة الى 3 أنماط. الأولى الرمانة الكاملة، نشأت في بيئة والدية معتدلة في تربيتها، علموها الحب، علموها تقدير الذات. الرمانة الكاملة حتى لو كانت متوسطة في جمالها، هي جدا مؤمنة في جمالها الخارجي وأكثر إيمان في جمالها الداخلي. المرأة الرمانة الكاملة أكثر ما يلفتك فيها أن عندها اهتمامات وميول،
عندها هواية على أقل حال، تنجذب دائما للواثقين من أنفسهم أصحاب التقدير الذاتي، ما عندها مشكلة أبدا في الاختلاط مع الناس عموما، تجذب لنفسها رجل نسميه بالجنتلمان، متزن في طاقته ويقدم لها كل الدعم اللي تبيه. الثانية قشرة الرمان، مظهرها حلو وجميل، تغري اللي ينظر إليها، ولكن في الداخل ماكو شيء. الجلوس معها فترات طويلة يشعرك بالملل، هي تعرف هذا الشيء عن نفسها، إيمانها في مظهرها الخارجي بس، أما الداخلي هي عارفة أن ليس لديها الكثير. ترتاح في الاختلاط بالرجال أكثر من السيدات، وعبارتها المشهورة أنا النساء تغار مني. تجذب لنفسها جانجل مان، الرجل اللي ذكورته مرتفعة يمارس عليها سطوته ويرغب في تملكها، وبنفس الوقت ما يكتفي بس فيها. الثالثة حبة الرمان، نشأت في بيئة تربوية متسلطة تسكتها، ما تسمح لها في التعبير عن ذاتها، هي غير مؤمنة لا بجمالها الداخلي ولا بجمالها الخارجي، حتى لو كانت طيوبة وحبوبة والناس تحبها هي جدا قاسية على نفسها، تتجنب الاختلاط بالناس، لها عالم بروحها خاص فيها، معرضة انها تعيش قصة حب من طرف واحد، تضحي بنفسها علشان الآخرين، وترتبط في رجل مضطهد يمارس عليها نفس الاضطهاد اللي هي تمارسه على نفسها. أي النساء أنت؟ وهل يمكنك تغيير ذلك؟ فكري فيها. يعني مشاهدينا شفنا التقرير وعرفنا من هي المرأة أو الفتاة الرمانة، لكن أنا اللي بفهمه من خلال هذه الدورات قاعد تعلمين الفتيات شلون ترتقي بنفسها بعين الرجل ولا بعين نفسها، يعني الأولوية للبنت عند منه؟ الأولوية في أي شيء في الحياة، سواء نتكلم عن علاقة مع رجل، وظيفة، علاقة مع المال، علاقة مع الأهل، تربية، أيا كان، البداية علاقتك مع نفسك، بعدين ابني اللي تبين عليه. لذلك حتى في المنهج اللي عندي للبنات ما نتطرق للرجال، إنزين شلون أعالج مشكلتي مع زوجي، لا لا، أنت عالجي اللي بالداخل، اللي برا راح يتضبط تلقائي بشكل تلقائي. أيونك بنات مثلا يقولون أنا ما عندي استطاعة أني مثلا أجذب الرجل، أو هل هذا جزء من مشاكلهم؟ هي شلون تنتبه أغلب البنات أختي غادة، شلون تنتبه أن عندها مشكلة في الداخل؟ لما تشوف مشكلة برا، يعني تقول أنا أجذب نمط معين من الرجال مو مستقر، مثلا مو مال علاقة أسرة مستقرة، تقول فشنو المشكلة؟ مني تبدي تنتبه أن هي عندها مشكلة، هي قاعد ترسل رسائل غلط برا، فيها الشخص الغلط، فإحنا شو نسوي؟ نضبط اللي بالداخل يتضبط اللي برا. يعني في النموذج مثلا، واحدة من النماذج اللي هي القشرة، اللي نموذج حتى إعلاميا معروف كثير بأن تصير الدلوعة، المايعة بزيادة، اللي تحنن صوتها، هل هذا جزء من الأنوثة؟ أو هل هذا منتهى الأنوثة؟ لا لا، هذا مو منتهى الأنوثة، هذا جزء منها صحيح، ولكن له مكانة وله وقته الصحيح. أما أن أنت تكونين بهذه الطريقة طوال الوقت تتحملين نتيجة هذا الشيء، لأنك أنت في هذه الطريقة أصبحتي تميلين إلى الأنوثة الغريزة. الحين في أنوثة فضيلة اللي تطلعين فيها بالشارع وتتكلمين فيها، وفي أنوثة الغريزة، هذه لها وقتها ومكانها الصحيح مع الزوج. أما إذا أنت في الشارع بنت تتكلم بهذه الطريقة، هي شنو الرسائل اللي ترسلها؟ فبالتالي تجذب نمط معين من الرجال حتى ما ينظر لها بطريقة أن هذه امرأة ارتبط فيها وإيه، فتدفع الثمن. ليش دائما في يعني مثل هذا يعني دائما إيه تصنيفات أن والله هذه دلوعة زيادة، مو مالت بنية، مو مالت مسؤولية؟ وهل اللي وايد دلوعة ممكن فعلا تكون هي صاحبة مسؤولية وقادرة على بناء بيت؟ إذا كانت واعية. أما فعليا اللي تتجه تتطرف بأنوثتها بزيادة، فعلا ما تقدر تحمل مسؤولية، تلعب في العلاقة دور الطفلة والعشيقة فقط. إنزين الزواج يحتاج أكثر من ذلك، يحتاج أم، يحتاج صديقة، يحتاج أخت أحيانا، يحتاج ما أدري ربة بيت أحيانا، القائدة أنت تصيرين بالبيت. فإذا كانت البنت واعية تقدر تصير اللي تبي. خليني أقول لك عن الرمانة، تقولي لي مساع البرتقالة. الرمان هو رمزية لجسد المرأة، يعني قاسم حداد الشاعر البحريني يقول: سأقول عن ليلى، عن العسل الذي يرتاح في غنج على الزندي، سمراء يعني، ها، عن الرمانة الكسلة، يعني يصف جسدها كأنها رمانة.
مو حلو الوصف. والدائرة، الدائرة عموما غادة هو رمز للأنوثة على عكس الخطوط المستقيمة ذكورة. الدوائر رمز للحركة الأنثوية، علشان كذي الرمان من أقرب الفواكه للأنثى. نعم يعني دائما ينقال ان يعني البنت هي انثى، يعني هذه فطرتها انولدت كذي. فهل يومين تحسين يعني ان البنات يا تروح اكستريم ان هي تصير شويه تف لان ما تبي احد مثلا ياخذها يعني يقلل من شانها، او من خصوصا صاحبات الوظائف المهمه او القياديه، او ان هي لا خلاص انا هذا طبيعتي وانولدت كذي وبدل على اللي اعرفه واللي ما اعرفه. إيه انت اختصرتي اختي غاده اكبر شريحه من البنات فعلا، اما تروح باتجاه الذكوره تقول لك انا ما ابي هذا الانوثه اللي انوثه الدلع ومصاخه، فشو تسوي؟ تتطرف بالصوب الثاني، حتى تلاقين ما تمشط شعرها، ما تحب مظهرها الخارجي ولا، وهذا تدفع الثمن لاحقا لان هي فطرتها الانوثه وهي وخرت عن فطرتها. تشوفينها اللي صار عمرها اربعينات خمسينات اكبر شوي تبتدي تطالع المرايه ما تدري هي شنو حققت بحياتها. لان الانثى تتم انثى عمرها 70 80 تحب واحد يقول لها انت حلوه وانت انثى، وهي هذه فطرتها. الشريحه الثانيه وهي ايضا شريحه كبيره في المجتمع اليوم من البنات خاصه الاجيال الصغيره تتطرف باتجاه اللي مساع ذكرناها اللي تصير كأنها قشرة بس تبي جمال خارجي وبس تبي ملابس وكذا، يضرها أكثر وهذا طبعا يضرها. فإحنا شنو نقول للثنتين؟ نقول لهم لا هذه الأنوثة ولا هذه الأنوثة، الأنوثة في المنتصف في اتزان، لأن في داخلي أنا كامرأة في أنوثة وفي ذكورة، وبداخل الرجل في أنوثة وفي ذكورة. الإنسان حتى يكون ناضج نفسيا وستيبل مستقر لازم يوازن بين الاثنين. والنماذج الإعلامية خلنا نتكلم عن السيدات قليلة جدا غادة اللي تقدم اتزان. ولما تطلع البنت المتزنة ما تلفت الأنظار مثل البنت اللي متطرفة هناك بكذي يعني تبهر العين. والمشكلة أن هذا البهرج الخداع يعني يلفت انتباه البنات الصغار، بس هم مو عارفين شنو ضريبة هذا النموذج من الأنوثة. فالواجب على الأم هني شو تسوي؟ الواجب على الأم، سؤال جميل. الأم هي مرآة لبناتها، يعني شنو أمهاتنا؟ إحنا غالباً ترى نصير نفس أمهاتنا، نبي أو ما نبي، واعين أو مو واعين، نتصرف نفسهم، اهتماماتنا نفسهم. فأنا أقول للأم في موضوع الأنوثة ارفعي وعيك تجاه الأنوثة، شنو الأنوثة؟ تعلميها، بعدين حافظي عليها. أنا أعرف مسؤولياتنا اليوم وايدة، يعني أنت موظفة، أنا موظفة، عندنا التزامات مالية، عندنا مشاوير، عندنا زحمة، هذه كلها ترفع الذكورة. الآن وازني، أعرفي شنو أنشطة الأنوثة، الاسترخاء، الهدوء إلى آخره. خلي بناتك يتعلمون منك بالإلهام. يعني لما بنتي تشوفني أنا بهذه الطريقة ما راح أحتاج أني أنا أشرحها بالكلام لها. نعم. أقول لها سوي كذي ولا تسوي كذي والبنية ما تعمل هذا الشيء. إحنا دائما كانت التربية يعني أعتقد خصوصا في دول الخليج أن شوية تف على البنت بحيث أن يخلونها هي تتغاضى عن أنوثتها، يعني يربونها طول عمرها أن هي تكون صلبة وأن ما تكشف عن مفاتنها أو أنوثتها، وبالمقابل لما تيجي تتزوج لا أنت لازم تصيرين غير. طب شلون بتغير يعني؟ أنا بغير شخصيتي بالضبط. فالصحيح أنه في البداية أنا أبين لبنتي، يعني البنية الصغيرة ما أعرف إذا عندك بنات، أنا عندي ثلاث بنات الله يحفظهم. عندي بنت الله يخليك. تشوفين البنية بفطرتها شلون تتكلم وشلون تمسح شعرها، هذه فطرتها. تجي الأم شو تقول لها؟ عيب لا تكلمين كذي. هي ما سوت شيء غلط، هي أنوثة الفضيلة اللي على طبيعتها. بس يبقى الآن لما بنتي تكبر وتبتدي الآن تخالط ناس أو ممكن تروح أماكن بروحها أو مع صديقاتها، راح أبين لها أقول لها يا ماما إذا أحد قال لك كذي ردي عليه، وأنت قوية ترى إحنا معاك، أعطيها ثقة في النفس، أعطيها ذكورة، بالتالي تقدر تحمي نفسها. المجتمع كله مو كنا تغير؟ مو صارت الحين النظرة أكثر للي وايد دلع؟ إيه هذه مشكلة الأجيال الجديدة. مع السوشيال ميديا منو نجوم هذا العصر؟ فاشينستات مثلا صح، فنانات، هي شنو دورها الأساسي؟ تلبس وتتزين وتصور. فصارت البنت حتى في عمر 16 17 سنة مو هامها هي شنو دراستها ولا شنو هواياتها ولا شخصيتها، تبي تتزين وتتلبس وتصور. فإحنا شنو نوجه رسالة حق الفاشينستات؟ نقول لهم بيدكم أدوات قوية، جمالك هذا أداة قوية، سوي مثل أنجلينا جولي. أنجلينا اللي تروح للاجئين ومؤخرا احتضنت طفل سوري،
من يعني نعم. مسلم خذته والحين ما نعرف هو راح يتم على اسلامه ولا لا. فاحنا شو نقول لها؟ نقول لها خلي يكون لك رساله، الجمال حلو غاده، احنا ما نقول اترك الجمال. في فرق بين الجمال والانوثه؟ في فرق. ولا الجمال جزء من الانوثه؟ الجمال نتكلم عن ممكن تكون انثى من غير ما تكون وايد جميله؟ اي ما شاء الله عليك. الجمال حاله ماديه، ملابسنا اللي نلبسها، كحلتنا، حمرتنا، فبالتالي احنا نزيد الجمال او نقلله. الأنوثة شعور، علشان كذي في واحدة ممكن تمر عليك أول ما تدخل كل طالعها جميلة آية في الجمال، بس تبدي تتكلم دفشة، صوت عالي، تصرخ، ممكن تشتم، ممكن تذكر كلام يعني حتى الريايل ما يذكرونه. فوين الأنوثة في الموضوع؟ هذه مباشرة بطريقة فطرية وتلقائية يقل جمالها بعيونك، تبطلين تشوفينها حلوة. وفي واحدة ثانية تدخل 5 من 10 جمالها، مو الكل ينتبه لها، بس أنوثتها، هدوءها، طريقتها شلون ترد على الناس، حتى اللي ضايقها ترسم حدود معاه، بس مو بطريقة الخطوط المستقيمة الذكورية، إلا إذا واحد مثلا أذاها إيه يحق لها تحمي نفسها، بس بشكل عام بمواقف الحياة اليومية كوني أنثى. ففي جميلة مو أنثى، وكل أنثى جميلة. حلو. مع الوقت تبدي بعيونك تحلو. جميل جدا. أكثر ما يهم الأم يعني لما بناتها يوصلون عمر معين إن إيهم نصيبهم، هني يصير في وايد ستريس على صح. البنت شنو المطلوب منها؟ شنو تنصحينها؟ الآن يا ريت ما يصير ستريس، يا ريت الأم اللي تسمعنا تساعد بنتها بأن هي تعطي بنتها الثقة حتى تجاه جمالها، حتى تجاه أنوثتها. ترى هذا جزء مهم إحنا ما نتكلم عنه في مجتمعاتنا الخليجية، لكن في دول ثانية يعلمون البنت بالضبط، ترى الرجل يحب كذا، يفضل كذا. إحنا البنت تدخل تتفاجأ بالحياة الزوجية، تشوف أمور ما تعرفها، بعدين يوم الحقيني والله هذا اللي حصل. إنزين وبعدين ويبدي الرجل يحس إنه هو يعني حلوة ولبسها ماركات وفول ميك اب، بس يحس إنها واحد من ربع يعني ما في أنوثة. هل ممكن البنت تصير واحد من الربع في مواقف معينة مع الزوج؟ لا مو مع الزوج طبعا. أكيد لا مو مع الزوج، بس يعني هل مطلوب من البنت إذا بروحها هي مثلاً؟ إيه؟ طبعا يعني في مثلا بالجامعة أو في مجال العمل، هل مطلوب منها أن هي تكون يعني قوية؟ تكون قوية إيه نعم، ولكن ما تكون واحد من ربع، ما تكون ما توصل يعني. لهالمرحلة لأن دائما تقدرين سعاد الصباح عندها ديوان بعنوان، العنوان جميل، تقول والورود تعرف الغضب. هذه الأنثى الوردة عندها طريقة في الغضب، وتقدر تخلي هذا ضعيف النفس مثلا اللي يتعرض لها أنه يلزم حده، بس مو بطريقة تتصرخ وما أدري شو تسوي وتخلي اللي ما يشتري يتفرق لا، يعني في طريقة أنثوية دائما تقدر ترسم فيها الحدود. ولكن لنفرض انه والله واحد يا ولمسها، مسكها كذي بالشارع، طبعا هذه قضيه يعني هتك عرض يعتبر، هذه انا اقول لها اخذي اكبر ما عندك هذا ما في. الحين تجاوزنا موضوع الانوثه والذكوره. الذكوره عند المراه هدفها الاساسي ثقه في النفس، حمايه، قدره على ان هي تستقل بذاتها، ولكن اذا في رجل خليه يمارس دوره. تشوفين المرأة الكويتية بالتحديد تبتدي تحمل نفسها فوق طاقتها، توصل مرحلة تقول لك أنا الأم وأنا الأب في البيت، وهي اللي عودت على هالشيء. هي عودت على هالشيء. لو هو يرتبط بامرأة ثانية غالبا من جنسيات مختلفة يسويها يدهين ولا تنكتين. إنزين الحين هو نفس الرجل، اختلفت فقط المرأة، فمعناته أن الأولى الذكورية اللي تبي هي تتحمل مسؤولية ولا حد يساعدني وأنا أقدر على كل شيء، هي مسؤولة عن نتيجة هذه العلاقة وين وصلت له. نعم طبعا أستاذة ريهام، أنا سعيدة جدا بهذا الحوار، وإن شاء الله يكونون مشاهداتنا استفادوا من أهل الدقائق البسيطة، ونشوفك إن شاء الله في لقاءات أخرى. أكيد أتشرف حبيبتي. حياك الله يا هلا فيك. ومشاهدينا ننتقل الحين لزميل محمد الوسمي وعنده خبر نشوفه مع بعض. كل الشكر طبعا غادة، عندنا خبر أن يوم السبت القادم سيكون ختام معرض إكسبو ميلانو، وعندنا رسالة وتقرير من مدير جناح الكويت في إكسبو ميلانو زميل مازل أنصاري، خلينا نشوف. نرحب فيكم زملائنا الكرام في برنامجكم المتميز ليالي الكويت، ونرحب بمشاهدي تلفزيون الكويت ومشاهدي ليالي الكويت في إكسبو ميلانو. أنقل لكم تحيات كل أسرة الإعلام والزوار لمعرض الكويت الجميل والمتميز في إكسبو،
حيث سجل الجناح منذ أسبوع تقريبا الزائر رقم 1.5 مليون، وتوقع أن يصل عدد الزوار في الأيام الأخيرة القادمة إلى 1.7 مليون زائر، علما بأن مدة المعرض تنتهي يوم السبت. وأود أيضا أن أشير بأن الجناح الكويتي تجاوز حاجز 12,000 زائر لليوم الواحد، وتم تحقيق هذا الرقم القياسي منذ بداية أكسبو يوم السبت اللي صادف 24 أكتوبر، وهذا الرقم الغير مسبوق يثبت نجاح الرسالة السامية لجناح دولة الكويت ومحتويات أقسامه التي تعرض تاريخ الكويت منذ القدم ومرورا بحاضره المشرف، إضافة إلى تعريف الزوار بالمشاريع المستقبلية كالحفاظ على البيئة والحفاظ على الثروة السمكية ومشاريع الطاقة البديلة والاستدامة الغذائية والمائية، بالإضافة إلى الأعمال والمساعدات الإنسانية والتواصل المسالم مع جميع دول العالم بغض النظر عن الدين أو العرق. طبعا إذا تكلمنا عن الاستبيان اللي تم تداوله أمس واليوم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فطبعا هو استبيان غير رسمي لا يتبع لإدارة الأكسبو، إنما اجتهاد من المعهد الوطني للهندسة المعمارية في إيطاليا. والمركز الأول في هذا الاستبيان إنجاز بحد ذاته تفتخر به الدولة، ولكن الاستبيان الرسمي والأهم يصدر مساء يوم الجمعة 30 أكتوبر من الإدارة الرسمية لأكسبو. ونحن طبعا نطمح للمراكز المتقدمة في هذا الاستبيان ونأمل الخير، فالجناح ناجح من كل المعايير، وما يثبت ذلك الإقبال على الجناح والإشادة بمحتوى ورسالة الجناح من قبل الزوار، وبالأخص الزوار الإيطاليين الذين يكررون العبارة الإيطالية اللي كلنا حفظناها بالجناح، وهي بيلو إل باديليوني ديل كويت، أي أن جناح دولة الكويت جدا جميل، وهذا طبعا فخر لنا جميعا. صراحة الجناح الكويتي في إكسبو ميلانو يعتبر مفخرة لكل الكويتيين، لأنه يعني كان جناح جدا جذاب لكل المواطنين الإيطاليين اللي كانوا يسيرون أيضا رحلات مدرسية لهذا الجناح الجميل، وكل طبعا زوارهم من دول العالم. حطموا بعد رقم قياسي، وصل 12,000 زائر باليوم. باليوم الواحد. الجناح الكويتي. فعلا يعني خلاص المدة قربت أن هي تنتهي. يوم السبت. أيام بسيطة جدا. وينتهي إكسبو ميلانو، وإن شاء الله الملتقى في إكسبو دبي. دبي إن شاء الله. طبعا تحية لكل الزملاء اللي هناك اللي قائمين على جناح الكويت في إكسبو ميلانو، يعطيكم ألف 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 عافية، وخصوصا مدير جناح الكويت قدمنا تقرير ورسالة جميلة مختصة في برنامجنا للكويت. شكرا طبعا لزميلنا مازن الأنصاري. أكيد نوجه له تحية. عندنا الحين قبل تعبت انت تبي تسترخي. مشاهدينا دائما قبل النوم حاولوا ان انتم تستفيدون من هذه اللقطات اللي نحطها لحضراتكم، يمكن دقائق بسيطه فعلا تخلي الجسم يسترخي ويرتاح ويكون نايم يعني وهو مرتخي. فخلونا نشوف طبعا الزميله مي النجار راح تقدم هذا التمرين الجميل، نشوفه مع بعض وان شاء الله تسترخون. ان شاء الله.
نمسي عليكم بالخير، معاكم مي النجار، مدربة معالجة بالبرانا. اليوم راح نتعلم إن شاء الله تكنيك هم بسيط اللي هو يساعد على الاسترخاء. شنو هذا التكنيك؟ التكنيك عبارة عن إن احنا نفعل مركز القلب. شنو يعني مركز القلب؟ مركز القلب هو مركز المحبة والسعادة والسلام. عشان الواحد يقدر ينام نومة مريحة، نومة حلوة، يحتاج إنه هو يرتاح. فشلون نسوي هالشيء؟ هني في هذا المركز اللي هو صاير في وسط الصدر، هو هذه المنطقة هو مركز المحبة والسلام. فإحنا شلون نفعله؟ في حركة، في تمرين جدا بسيط. شلون نسوي؟ نقدر إن إحنا نشبك إيدنا، بس هذا من الخلف، فنشبك إيدنا من الخلف ونطالع لفوق، وهم نسوي نفس عميق. فناخذ نفس عميق وبنفس الوقت نركز في هذه المنطقة، وإحنا ناخذ النفس العميق. فبهذا الشكل احنا قاعد نفعل هذا المركز. لما نفعل هذا المركز وناخذ هذا النفس العميق، يزيد عندنا الاسترخاء ويزيد عندنا السلام الداخلي. طبعا التنفس تقدرون تخلونه 5 إلى 6 إلى 7 مرات التنفس وانتوا على نفس هذه الوضعية، لان احنا لما نسوي هذا الاسترتش اللي يصير ان هذه الاماكن اللي هني ومسارات الطاقة اللي هني تتمدد. لما تتودد وتتوسع يصير فيها حب اكثر وحنان اكثر في هذا المكان، وان شاء الله تساعدكم هذه الحركة ان انتوا تنامون نومة هنية. وصلنا للختام. أكيد بلا شك، كان لقاء ولقاءات جميلة خصوصا في حلقات هذا اليوم. شفيك شكلك كلش يعني استرخيت زيادة وهي مي النجار. لا تنشط الحين ونودع مشاهدينا على خير، ونشوفكم إن شاء الله في الغد بإذن الله، وخلكم دائما مع ليالي الكويت. بأمان الله.